السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة والدنيا كلها بخير وعام جديد وأنتم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان المؤمن ما بتعديش عليه الأيام والعمر بيجري إلا وهو ليه وقفة ومعنى، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اختلاف الليل والنهار، ليل يسلم نهار وأعمار بتجري فيها عبرة للناس اللي قلوبها بتحس وبتشوف. البصيرة هي عين القلب، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وأكبر عبرة بياخدها الإنسان من جريان العمر وتقلب الليل والنهار إن كل يوم بيقرب لقاؤه مع الحبيب الأجل الأعظم سبحانه وتعالى، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا يحب اللقاء ده يكون لقاء الأحبة، وما يحبناش نخاف يوم ما نقابله: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يعني يظهر عليكم أثر الفرحة الآخرة عشان نقابل ربنا ونسكن في جواره في الجنة، بس نكون عباد الرحمن. فالعمر بيعدي واللقاء بيقرب، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل لنا أكبر خدمة يوم ما كشف الغيب إن في أهم أربع أسئلة هنتسئل عنها بين إيدين ربنا، لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: واحد، عن عمره فيما أفناه. والسنة بتخلص والسنة الجديدة بتبدأ، ولازم نتوقف: هي أعمارنا موديانا على فين؟ ومن أصعب الأشياء اللي بتعدي بالبني آدم إنه يقعد يربي في وحش ويكبره ويسمنه لغاية ما الوحش ده يلتهمه. وإحنا ساعات بنربي وحوش تكبر لغاية ما تستأسد علينا وتلتهم أعمارنا وعقلنا وسلامنا الداخلي النفسي. الوحوش دي عادات قبيحة، جايب لكم النهاردة أربع وحوش محتاجين نروضهم في 2018. الوحش الأولاني هو وحش الجدال بلا فائدة. الأصل في علاقتنا مع بعض في طرح وجهات النظر إنها نقاش، فأنا بطرح وجهة نظري ثم بدافع عنها بمنطق أتأكد إنها وصلت لك ثم أتوقف. بعد كده بيبدأ يتحول النقاش لنزاع ونية في الغلبة، ده اللي اسمه الجدال اللي منهي عنه في القرآن. بيسموه المصريين الهري لأنه بيهري في الوقت وبيهري في العقل وبيهري في النفسية. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال النوعية دي من النزاع في النقاش الجدال ده ضلال. قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. علامة إن الإنسان عمره بيضيع في غير طريق ربنا إن يكون كل نقاشاته تتقلب بخناقات. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في عبادة زي عبادة الحج، رايح أقابل ربنا وأعيش مع بعض الناس بعض الأيام اللي فيها مناسك، محتاج أرجع بأخلاق جميلة ومعاني روحانية. قالك اوعى الجدال يفسد عليك المعاني اللي هديلك في الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بيضيع الأعمار ويضيع النفسية والقلب اللي محتاج يستقبل عن ربنا المعاني الجميلة. وأنا عايز أقول لك على حاجة، اوعى تتصور إن إحنا حرام نجادل في السياسة أو في الكورة أو في علاقاتنا مع بعض، بس لازم نجادل في الدين وندافع عن الدين حتى لو أفحمنا اللي قدامنا. أبدا، حتى الجدال في الدين حرام وبيضيع الوقت. وأقصد من معنى الجدال إن البني آدم يبقى عايز يفحم اللي قدامه ويصغره وينتصر عليه. سيدنا الإمام الشافعي بيقول: الجدال في الدين يقسي القلب ويربي العداوة. إحنا مش هدفنا الإفحام، إحنا هدفنا الإفهام. عشان كده البني آدم محتاج يتوقف. من أخلاق الجهلة كما يقول سيدنا محمد بن الحسين، من أخلاق الجاهلين الجدال والمغالبة. وإحنا كمؤمنين ربنا قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الشخص اللي كل نقاشاته خناقات وجدال، لا، أنت تفسد علي عمري وهتضيع علي السلام النفسي وقلبي اللي عايزه يكون مع ربي سبحانه وتعالى. ومن ترك الجدال وهو محق كما قال صلى الله عليه وسلم بنى الله له بيتا في وسط الجنة. فأول وحش محتاج يترود في 2018 هو وحش الجدال بلا فائدة. اشرح وجهة نظرك، دافع عنها بمنطق، اتأكد انها وصلت للي قدامك، ثم احمي قلبك وعمرك من تحول النقاش لنزاع وجدال. الوحش التاني هو وحش السوشيال ميديا. الحقيقة
ان السوشيال ميديا من ساعه ما دخلت لحياتنا وهي بقت جزء اساسي من الحياه. السوشيال ميديا كلها الحقيقه فوائد، وناس كتير مواهب طلعت ما كانش ليهم مكان في الاعلام ولا فرصه، طلعوا على السوشيال ميديا وعلمونا وفرقوا معانا جدا. وانا اي حاجه عايز اتعلمها بدور على السوشيال ميديا، بلاقي صفحات وجروبس معموله في التخصصات دي وبتعلم كتير قوي. لكن الحقيقه السوشيال ميديا وحش بيلعب على فضول البني ادم، مين قال ايه ومين متفق معايا ومين مش متفق، ومين قال رايه في المشكله اللي حاصله مش عارف في اليومين دول، ومين لابسه ايه وخرجت فين، وتحس انك في بيت جحا، اوضه تخرجك على اوضه وتفاجئ انك كنت عايز تقعد 5 دقايق على الفيسبوك مثلا بقالك ساعتين. والاشكاليه ان في فرائض في اليوم، وما اقصدش بالفرائض بس الصلوات، في 8 ساعات محتاج احطهم من غير اي قواطع في شغلي، لقمه عيش اللي عايز احللها، في منهج عايز اخلصه لو انا بذاكر، محتاج ما فيش حاجه تقطع تركيزي وانا بذاكر، في اهل محتاج اقعد معاهم وانا مركز معاهم وحاضر، حبايبي واصحابي واهلي ومراتي وعيالي. الراجل بيقول لمراته تعالي نخرج مع بعض في المطعم نتعشى ونبص في موبايلاتنا شويه، كان فعلا الواحد المفروض وهو قاعد مع الناس يبني العلاقات عشان ما تبقاش هشه، ما يجيش وحش السوشيال ميديا يلتهم القعده ويلتهم العمر ويلتهم حتى النفسية بكم السلبيات اللي في السوشيال ميديا. كافئ نفسك بالسوشيال ميديا بعد ما تخلص شغلك أو مذاكرتك أو القعدات المهمة مع حبايبك اللي حواليك، خش بس وانت عارف انت داخل عايز تتفرج على ايه وعايز تدور على انهي أخبار، واطلع بعد ما تخلص اللي انت عايزه مادام الحاجة اللي بتشوفها مش بتغضب ربنا سبحانه وتعالى. وحش السوشيال ميديا وحش يجب ترويضه في 2018. الوحش الثالث اللي محتاج يتروض في 2018 هو وحش الذنب المسيطر. ناس كتير مننا جرب ذنب معين داقه فحس بنشوة، فما تبش داقه تاني وتالت لغاية ما الذنب ده بقى عادة، بقى عامل زي الوحش اللي بيلتهم عمر البني آدم ونفسيته وبيتقل ميزان سيئاته. سألوا في موقع ليف ساينس، سألوا 1200 شاب وشابة بيشربوا خمرة مخدرات، انتوا مش عارفين اضرارها؟ قال لك عارفين كويس قوي، بس خايفين نسيبها لحسن يطردونا اصحابنا، بيسموه الطرد الاجتماعي، ما نبقاش كول في الشله. وجابوا 500 مدير تنفيذي في شركه وسالوهم ايه الشيء اللي لما بعدتوه عن طريقكم نجحتوا؟ قال لك لما بعدنا القيم والاخلاق والالتزام بالقوانين نجحنا. تخيل ان 25% من ال 500 دول كانت دي اجابتهم. انت مدرك سيطره الكذب كذنب وحش مسيطر عامل ازاي؟ مدرك سيطرة الخوف ان انا اسيب العيشة اللي فيها مخدرات وخمرة لحسن الناس تبعد عني؟ وحش الذنب المسيطر بيتغذى على الخوف ده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أحد تفسيرات الآية دي الإنسان اللي بيقول ربي الله ويختار الطريق المستقيم تنزل الملائكة، تقول له ما تخافش، هتعرف تعيش من غير الذنب ده، من غير لذة الذنب ده، وما تحزنش على اللي انت سبته من نشوة جميلة، في عوض في الدنيا وفي الآخرة كمان، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وصدقني حجم الخسارة اللي بيخسرها الإنسان لما بيسيب نشوة ذنب مسيطر عليه صغيرة قوي في مقابل المكسب الكبير انك كسبت ارادتك وكسبت حريتك من وحش الذنب المسيطر. وربك يستقبلك ويقول لك يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب، فمن علم بقدرتي انني اغفر له فاستغفرني بقدرتي غفرت له. شوف النص ده، استغفرني بقدرتي، كأنك بتلجأ لربنا يا رب بقدرتك انت شلني من هذا الوحش المسيطر عليا وخليني قريب منك، فاستغفرني بقدرتي غفرت له. فما تخافش، سيب الذنب اللي منغص عليك حياتك وبيضيع عمرك وبيأثر على سلامك النفسي. وحش الذنب المسيطر هو الوحش الثالث. الوحش الرابع اللي محتاجين ان احنا نروضه في 2018 هو وحش الكسل عن العبادة وعن تطوير النفس. الجسم بيحب يريح، والعقل كمان بيحب يريح ما يفكرش كتير، ولو الإنسان استسلم للكسل هيبقى وحش يلتهم عمره ويلتهم عقله ونفسيته ويروح ميزانه خفيف عند ربنا، بل ويتعثر في الدنيا كمان. عمرك شفت واحد مسافر يقابل رئيس مجلس إدارة شركته مكسل يلبس بدلة ويحطها معاه في الشنطة؟ ما انت هتقابل بكرة، انت مش جاهز. الحياة كده، الحياة رحلة. واحد مسافر في الصحراء مكسل يحط خيمة في الشنطة، طب ما هو الليل هيجي عليك هتبات فين؟ في الصحراء في الطل كده.
الحياة رحلة، محتاج يبقى معاك أدوات تفتح بيها الأبواب المقفلة. الست اللي هتخلف داخلة على خلفة محتاجة تقرأ كتاب في التربية عشان ما تشتكيش من صعوبة تربية العيال وتغلط غلطات تطلع العيال مش سوية. إحنا ما عندناش مساحة في أعمارنا نكسل إن إحنا نطور نفسنا. شاب اللي داخل على شغل جديد محتاج يقرأ ويتعلم إزاي يعبر عن نفسه وإزاي يطرح أفكاره ويرتبها عشان يقعد يملى مركزه في الاجتماعات مع الناس الكبيرة وهو لسه متخرج. ما تكسلش. مش بس كده، الكسل عن العبادة يا جماعة، أركان العبادة. النهاردة لما بيصليش الفجر عشان مكسل يصحى، مكسل عن صلاة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة الفجر اللي بيصليها في حماية ربنا، من صلى الفجر فهو في ذمة الله. ركعتين السنة بتاعتها قال صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. القرآن الآيتين اللي بتقراهم في الفجر الملائكة بتنزل تشهد عليها وترفعها لربنا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا كما في سورة الإسراء. كسلش عن الفجر، لو قريت صفحتين في اليوم في القرآن مش هتاخد 5 دقايق قراية وهتاخد فيها مئات الألاف من الحسنات. ما تكسلش عشان تروح لربنا سبحانه وتعالى وانت عندك ميزان تلقى به رب العالمين. حسن البصري بيقول عجبا لقوم أمروا بالزاد، اجهزوا يا جماعة جهزوا الشنط، ونودوا بالرحيل وهم قعود يلعبون، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. احنا عايزين ما نكسلش سواء عن تطوير النفس أو عن أركان العبادة عشان نروح لربنا وإحنا حاسين بالأمان في أمان الله وإحنا عملنا الفرائض اللي مطلوبة مننا في الدنيا وللنجاة في الآخرة. فهم 4 وحوش بعون الله في 2018 هيتروضوا، والوحوش دي مش هتتحكم في عمرك ولا في نفسك ولا في عقلك. وحش الجدال بلا فائدة، وحش السوشيال ميديا، وحش الذنب المسيطر، ووحش الكسل عن العبادة وعن تطوير النفس. وإحنا ملناش غير ربنا ندعيه إنه يعنا، هو المستعان على كل شيء سبحانه وتعالى. وخلي دعوتك طول ما أنت ماشي في 2018، اللهم إني في قبضتك حيثما كنت، فاحفظني بعين عنايتك حيثما كنت. كل سنة وانتم طيبين وسنة جميلة على الجميع.